لوطي ليش حرقت الفرن؟ شو؟ شو؟ ليش حرقت الفرن؟ استنى لحظة ما تقدر تحكي. انت من الفرنساوية ولا؟ لك انت من الفرنساوية يا واطي من شال النمر انت؟ الله وكيلك انا ما بعرف. يا جرح يا ماما عم تحكي يا باطي بشير دود الخل منا وفيه ما في غير المصايب عم تحل فوق راسنا حصل خير تعوا معي يلا ونعم حول الله الحمد لله يا جماعة بالمال ولا بالعيال الحمد لله ابني صافر مرني يا بي من الليلة بتعاون عمك فارس صار يا بي وأنا من بكرة رح جيب رجال أبضايات يحسوا الحارة ونشوف يا نحنا يا هالواطي اللي عم يعمل فينا هالعمايه زينت الاهل يا ابو ظافي واوي امور عمي يا ابو ظافي من بكره برضاي عليك بتجيب لي ورشه طينه وخشب وعجمي بدي المضافه ترجع احلى من اول وحسابك عندي انا بامرك عمي يا ابو ظافي سكرت واصيل لك واوي بشير امور عمي برضاي عليك انت وخاطر بتعاونوا ظافر الليله منت علينا يلا يا جماعه حصل خير والحمد لله يلا يا جماعة يلا تصبحوا على خير كل مين على بيته يا شباب بشير فياض خيو لا تواخذني زرع بدقني ظنيت فيك الله يسامحك يا بشير اتظن فيني انا لا خلاص خيو ها هاي بوسه من راسها بس الله وكيلك الله وكيلك لك شي بحط الاعل بالكف يا زلمه صرت شك بحالي اي والله معك حق بس يا بشير ما بيصير تشك فيني ليش شنو انا صحيح غريب عن الحاره بس ابضاي ومعدل وعلى كيف كيوفك هاي الحاره بيتي وأهلي وعرضي خلصنا فياض خلصنا سامحتني أم لا بلا أمرك سامحناك ماشي بتوصينا شي اتفضل فوت شرب لك كاسة شاي مرة تانية لا تواخذنا طلعت محمد تفوم لا خلصنا لك فياض مثل ما بدك السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم أهلا وسهلا عليكم السلام ورحمة الله هنا بظافر ميت السلام شرفت وتفضل الله يزيدك شرف اهلا وسهلا شو ابو جودات مرن ليه ما فتحت تحقيق بحريق المظافر ايه يا ابو ظافر كبارية الحاره عندكم هيك بده مين اللي هيك بده ابو حاتم هلا ابو حاتم قال لك لا تفتح تحقيق بحريق المظافر هلا ابو حاتم ما قال لا تفتح تحقيق بس قال يعني اي مشكله بالحاره نحن بنحلها بين بعضنا الامان لازم يرجع للحاره يا ابو جودات لازم اكيد يا ابو ظافر اللي حكاه ابو حاتم قصده المشاكل الصغيره يعني اللي ما فيها عي كتير وبنقدر نحن نحلها بس المشاكل الكبيره واللي بتخص الكركون لازم انت اللي تحلها يا ابو جودات يعني كل احوال هاي ابو حاتم صار زعيم وهو بيحل المشاكل ابو حاتم مو زعيم ابو حاتم عم يمشي امور الحاره على كل حال اذا دريت الداخليه انه انت ما عم تدير بالك على الحاره راح تنضر يا ابو جودات راح يمشوك ويجيبوا غيرك بقى داري رزقتك الله يرضى عليك مسيك ابو جودات اشتغل الله يرضى عليك اشتغل السلام عليكم السلام ورحمة الله الله معكم مع السلامة أرستو أرستو يا زمان حاضر فيك شو رايح باللي صار؟ بشير لك ايه بشير ما غيره وليه ما حكيت لهلا؟ شو بيعرفني؟ ما صح اللي يحكي لك
شو خطر لو أشير لحتى يفكر فيك؟ يا شو بيعرف؟ بسيطة بسيطة، منيح إنه استسمع. من الله الله ياخذك ولك امرك امرك سيدي الا شو وقت امبارح امتى وقت اللي صار الحريق كنت هون بالحريق مطفي الحريق سيدي مطفي الحريق ايه هاك ستون هاك اكثر طقوا خواصي سيدي كسورك وحيات 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 صلاه محمد يا سيدي طالعه منك ريحه شويط ما دخلني انا شو دخلني وانت واوي اهلا يا ابو سوده ويكل كنت معه عم اطفي الحريق السلام عليكم يعطيكم العافية علي ابو حاتم علي ابو حاتم انت هون ابو جودات حيرتني ابو حاتم بيش حيرتك الله لا يحيرنا خير ان شاء الله ساعة بتقلي لا تتدخل وساعة بتقلي وينك انا قلت لك وينك من غير ما تقلي من غير ما تحكي عيونك بالوما بفهم عليها انا ولو اين من السيرة ما دخلنا ايه سيدي عرفنا لك اسباب الحريق هات تشوف خير القرآن القرآن فريال هاي تلت عبي وهي كبكوبة خيطان ذهبي وانتي بتعرفي تشتغلي لكن لكن بعرف بشتغلي بستخليك كيف عم حسام؟ منيحة الحمد لله انتي التهي بشغلك ما دخلك لك تعي لقلك وين رايحة؟ رايحة لعند حاتم وراجعت لك ما راح اطول لك عادي خلينا ناخذ ونعطي ونحكي من القص على عيونك شو بتحبي الاخذ والعطا لك سكتي سكتي الله معك مظافي تتذكر لما كنا اولاد صغار نلعب هون بالساحة وننط هون العفرت بالقهوة لك ما بتذكر ايام التلج الكبيرة لما كان ابوك الله يرحمه يطلعنا على اسطوح القهوة مشان نقش له التلجات وبعد ما نقشهم يقلعنا كان يتضايق منا وبتذكر ابوك الله يرحمه لما كان يشتغل هون عنا بالقهوة قديش كان يطلع خلقه لما الزباين يعطوه كرامية صحيح أبي كان فقير بس كانت نفسه عزيزة وما بيحب الزاحلة وكلمته كلمة حق الله يرحمه الله يرحمهم جميعا وقتهم أحسن من وقتنا لمعلومك أبو حاتم اللي صرت فيه أنا صرت فيه من تعبي الوالد ما خلفنا غير الصيت الحسن والسمع الطيبة إذا أعطى أدهش نار يا ولد يعطيك العافية واوية ليه عمي أبزافي أبري ضاي عليك وديات وش وش ترجع أحسن من الأول يعني تليق بحارة الضبع إنه على راسي هاي المضافي أصلاً ما بتي غير بالكبارية شرواته أبا ضاي يعطيكم العافية الله يرضي أبزافي خير واوي في جوز كلام حابب أحكيهم معه احكيهم بسرعة لأنه بيضطروا على البيك أبو حاتي مو خرج يستلم الحارة شحوا استلمها واحترقت المضافي شو اللي عملوا؟ فاشوش أنت اللي عم تمشي كل شيء ومي حلوة حدا بوجودك يحكي كلمة وحدة بعدين الحارة لازم عقيد يدير باله عليها ويصونها ويلحش حاله على الموت كرمالها وكرمال رجالها واوي أنت مالك بهالحكي خلص المضافي والله يعطيك العافية أنا عم أحكي مشان مصلحة الحارة عمي أبو صافي لا تخاف عمي الحارة في مين بيعرف مصلحتها أنت ريح لي حالك وخليك بشغل الله وكيلك إني حبيت أحكي كلمة هيك لوجه الله تعالى ونعمة بالله بس ريح لي حالك مشي عمي وبتدرمل على شغلك أهلي عمي أبو صافي